لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف في مدينة إسطنبول التركية الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد عماد. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. كنتم قد وثقتم في المرصد الأورو متوسطي عمليات الاستهداف المباشر التي تعرض لها المتظاهرين في العراق، ما أهم ما وثقتموه من انتهاكات إنسانية؟ بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، ودعينا أبدأ من سؤال حضرتك بأننا كمرصد أورو متوسط لحقوق الإنسان وثقنا العديد من الجرائم التي تم ارتكابها على يد القوات الأمنية العراقية والميليشيات الموالية لها منذ بداية الأزمة في الأراضي العراقية، أي منذ شهر أكتوبر وإلى هذا اليوم. للأسف الأعداد التي وثقناها جاوزت أكثر من 600 شخص قتلوا على يد قوات الأمن العراقية، بالإضافة إلى أكثر من 17,000 شخص جرحوا، 3,000 منهم أدت إلى إعاقات دائمة في أجسامهم. وما يزيد هذه الأرقام أن هناك أرقام أو عدد غير محدد من قبل الأشخاص الذين تم اختطافهم واعتقالهم تعسفيا وإخفاؤهم دون عرضهم على القضاء أو على السلطة القضائية كاستمرار لسير العدالة القضائية في الظروف الطبيعية. لكن ما وثقناه نحن كمرصد أورو متوسطي والذي كان هناك مخالفة للقانون الدولي حقيقة، والذي أثار استغرابنا من تعمد السلطات القوات العراقية استهداف هؤلاء الأشخاص، هم الأطفال بالإضافة إلى استهداف بعض النساء والطواقم الطبية والطواقم الصحية. خطورة هذه الاستهدافات سيدتي هي أن القانون الدولي كفل الحماية الخاصة للأطفال وللنساء أيضا للطواقم الطبية وللصحفيين، مع علم القوات العراقية والسلطات العراقية من فوقها بأن هؤلاء الأشخاص محميين بموجب القانون الدولي بموجب الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي إضافة إلى القانون الدولي، لكن وجدنا أن هناك استهداف بشكل مباشر لبعض الصحفيين. وثقنا استهداف 3 صحفيين بالإضافة إلى إغلاق أكثر من 6 قنوات قضائية تعمل في الأراضي العراقية، إضافة إلى تحديد العشرات من الأشخاص العاملون في القطاع الصحفي. في هذا السياق سيد محمد، بالحديث عن هذه حق التظاهر السلمي الذي تكفله معظم الدساتير الدولية، ما هي المعايير القانونية لفض التظاهرات السلمية وإلى أي مدى تم تطبيقها في العراق؟ حقيقة القواعد الأساسية التي نصت عليها الأمم المتحدة وفي عدة اتفاقيات دولية أن تواجد القوات الأمنية في حال وجود تجمع سلمي يجب أن يكون هذا التواجد فقط من أجل تأمين هؤلاء الأشخاص ومن أجل تأمين المنشآت الحيوية والأساسية داخل أي دولة يتم وجود تجمع سلمي أو خروج بعض المتظاهرين للتعبير عن آرائهم أو عن حقوقهم، خصوصا وأن هذه الآراء أو التجمعات التي خرجت في العراق للتعبير عن حقوق مشروعة مثل القضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية الموجودة في العراق. أيضا حدد القانون الدولي استخدام القوة في إطار ضيق جدا، وهو أن يكون ألا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع ضرر لإحدى المنشآت العراقية سوى استخدام هذه القوة، يجب أن تكون هذه القوة مناسبة مع الفعل المخالف للقانون، بمعنى أنه إذا كان هناك استطاعة لتفريق الأشخاص بالمياه أو من خلال دفع الأشخاص لإبعادهم عن المؤسسات فيجب استخدام أولا هذه الخطوات. لكن ما لاحظناه أن القوات الأمنية العراقية هي تستهدف المتظاهرين بشكل مباشر، بمعنى أن الحل الأول لهذه القوات هو استخدام النار أو عفوا الرصاص الحي، استخدام القناصة والرصاص الحي تجاه هؤلاء الأشخاص، وهذا يؤشر على أن الحكومة العراقية أعطت الأوامر والغطاء الكافي للقوات الأمنية بأن تقوم باستخدام القوة المفرطة والغير مبررة من قبل تلك السلطات. وما يزيد هذا الأمر خطورة وصعوبة، هناك صمت دولي غير مبرر، وهذا ما عبرنا عنه في بياننا اليوم، أن مجلس الأمن يجب أن يتحرك. عندما نتحدث عن 4 شهور يسقط خلالها 600 شخص، ماذا ينتظر مجلس الأمن بعد كي يقوم بالتحرك من أجل وقف شلال الدماء الذي تقوم به السلطات العراقية؟ أيضا يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته، وهي إحدى المسؤوليات الموقعة على حفظ الأمن والسلم الدوليين وإيقاف الاعتداءات على حقوق الإنسان، لكن لم نجد إلى الآن أي تحرك حقيقي من قبل المجتمع الدولي، سواء الدول التي تصدر الأسلحة والتي تدرب القوات العراقية أو حتى على مستوى مجلس الأمن، بأن يكون هناك قرار دولي يتبعه تحرك حقيقي على أرض الواقع لوقف شلال الدماء المتواجد في العراق ووضع آليات جديدة تحفظ للعراقيين حقوقهم وتكون خطة طريق من أجل
وقف هذه الانتهاكات وبسلسلة الانتهاكات بحق المتظاهرين العراقيين. في هذا السياق بالحديث عن الصمت الدولي، قام عدد من الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر وسم لإطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيا من ساحات التظاهر. إلى أي مدى تؤثر مثل هذه الحملات الإلكترونية على موقف المجتمع الدولي وتؤدي إلى تفاعله ومواقف أكثر فعالية على الأرض؟ حقيقة الحملة الأخيرة التي أطلقها بعض النشطاء والصحفيين وانضم إليها بعض الكتاب من أجل الإفراج عن بعض الأشخاص المؤيدين لهذه الاحتجاجات، والتي للأسف تفاجأنا أن هناك العديد من الأطفال تم اعتقالهم. عندما نتحدث عن أطفال يتم اعتقالهم وهم من مواليد عام 2005، فهذا دليل على تخبط السلطات العراقية وأنه ليس هناك واجهة حقيقية أو وجهة حقيقية للحكومة العراقية أو أساس قانوني تستند عليه السلطات العراقية. كل من يعارض السلطات العراقية هو معرض للاعتقال. بالعودة إلى سؤال حضرتك، كيف تؤثر هذه الحملات؟ حقيقة منذ إطلاق الحملات من قبل الشباب المتظاهرين داخل العراق، ونحن نشاهد على المستوى الحقوقي هناك تحرك على المستوى المؤسسات الدولية الداعمة لحقوق الشعب العراقي وأيضا على مستوى المؤسسات الدولية بشكل عام، لكن نتمنى أن يكون هذا التحرك يتبعه خطوات على أرض الواقع، وأقصد هنا بالأساس هي المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان كالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. بمعنى أن هناك أي نعم هناك تحرك على مستوى المؤسسات الحقوقية خصوصا الدولية، لكن نحن بحاجة إلى أن تثمر هذه التحركات من قبل النشطاء العراقيين إلى دفع عجلة التحرك من قبل المؤسسات الدولية المعنية كمجلس الأمن لفرض خطوات حقيقية تحفظ دماء الشعب العراقي، وأيضا طبع المسؤولين العراقيين الذين كانوا مسؤولين عن هذه الجرائم المرتكبة منذ شهر أكتوبر إلى هذا اليوم أمام المساءلة سواء أمام القضاء العراقي أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، كون أن هذه الجرائم التي تم ارتكابها من قبل الجنود العراقيين وقوات الأمن العراقية تدخل ضمن إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية. الباحث القانوني في المرصد الأورومو متوسطي لحقوق الإنسان محمد عماد، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.